Come on, fellas. حوائجكم إن شاء الله مقضية بحق الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ومن المقربين. بسم الله وبالله على ملة رسول الله توكلت على الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذا هو ضريح الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما. من لديه حاجة فليطلبها، فإنها مقضية إن شاء الله بحقهما وبحق آبائهم وأجدادهم الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تصوير داخلنا.